السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طور المجموعات بمثابة بطولة مصغرة، واعتبر ان المرحلة المقبلة للمنتخب تتطلب التركيز على العامل الذهني للاعبين. صحيح أن دور المجموعات كان بمثابة بطولة مصغرة وانتهت الأمور على أحسن ما يرام بالنسبة للمنتخب الجزائري. حققنا النجاح كمنتخب جزائري، حصلنا على العدد الأقصى من النقاط. الآن ندخل غمار تجربة جديدة، تجربة دور خروج المغلوب. المنظومة في هذه النسخة تغيرت عما سبقها في الماضي. يبدو وأن كل مباراة ستكون بمثابة مباراة كأس. إذا فزت تتقدم إلى الدور الموالي، إذا خسرت تعود إلى البيت. فبالتالي المقاربة تجاه المباريات في هذه المرحلة جعلتنا نركز على الجانب الذهني وبطريقة مختلفة. نحن جاهزون ذهنيا واللاعبون على دراية كبيرة بالمسؤولية المنوطة بعهدتهم، ونتمنى أن تسير الأمور على أحسن ما يرام في دور خروج المغلوب.